تعالى اقولك ازاي تحط بيرفيوم نضيف ببلاش. يلا بينا. الصرف باين، الصرف باين، الصرف باين، الصرف باين. ازاي تحط بيرفيوم نضيف ببلاش؟ عندنا طبعا مشاكل، طبعا اللي احنا بنجيب من عند عم محمد اللي تحت البيت بيرفيوم ب 20 جنيه وب 30 جنيه بيبقى الكواليتي مش قد كده، ونحطها تلاقي الثبات بيروح بعد ساعه او ساعتين او 3 ساعات او 4 ساعات. ولو انت فكر بقى ان البيرفيوم اللي انت بتحطه ده اللي بيقعد 4 ساعات او 5 ساعات ثبات، ده جرام نضيف جايب لك حاجات يا باشا يومين ثبات حرفيا. ولو يا باشا حطيته ما لقيتش ثبات معاك يومين، رجعه. ينفع ترجعه؟ ينفع ترجعه. العلب اللي زي دي اللي بتبقى جواها نوع البرفيوم بالازازه الاصليه بتاعتها بكام ده، لو انت هتجيبها اوريجينال والكلام ده هتبقى لا تتعدى حرفيا ال 1200 جنيه او ال 1500 لو حاجه نظيفه جدا جدا. في حين ان انا هقول لك هات لك العلبه بالازازه الاصليه بتاعتها بكل حاجه ب 150 جنيه فقط. انا بحب هوجو قوي. يا الله يا والي يا والي يا والي. العطر السكسي شوفاش. حاجة زي كده بسعر 150 جنيه جامدة جدا جدا ثبات يومين. هتقول لي يا باشا احنا داخلين علشان تقول لنا ازاي تحط برفيوم ببلاش، وهي دي التريكة. ان انا تواصلت مع الصفحة او تواصلت مع الشركة اللي احنا المفروض ان انتوا هتتعاملوا معاها، وقلت لهم اي حد هيجي يقول لكم ان انا تابع كريم عفت وهيطلب اتنين هياخد التالتة هدية. فانت ممكن تكلم صاحبك جاي تقول له بقول لك يا زميلي في برفيوم كريم اسماعيل قال عليه ب 150 جنيه جامد جدا جدا هاته يا زميلي. فتقول لاصحابك بقى اتنين جنيه والكلام ده، فيطلبوا بقى اتنين ب 300 جنيه، تقوم انت واخد واحدة هدية. يابا بص الدماغ المتكلفة. في طبعا تشكيلة طبعا كتيرة جدا جدا، في سوفاش، في هوجو، في حاجات كتيرة جدا، في اسمياكي. اسمياكي دي جامدة جدا جدا. شغل بقى يا باشا الطبقات العاليه بقى، ابو هشيمه، نجيب ساويرس، زملاء يعني في العمل والكلام ده. انت يا زميلي برده هتبقى زميلنا برده في العمل. بعد كده حيلت كده على الشركه شويه، قلت لهم والنبي بحبحوه حاجه شويه، يعني فكره ان واحد ياخد واحده هديه ما ممكن يكون مش عايز واحده هو هديه يعني. فانت لو برده طلبت اتنين هتاخد هذا المج الحراري الجامد جدا يا صديقي. طبعا احنا في الشتاء طبعا والكلام ده، فانت ممكن بقى تحط هنا اي حاجه وتشوف درجه حراره الحاجه اللي انت عايزها. يا بص كده درجه الحراره هنا، درجه الحراره هنا كام؟ درجه الحراره 19. خلاص بقينا في الاسكيمو، جايين لك اوروبا. اصحى بقى الصبح الاقي التلج بقى بينزل كده بقى، ويا الله. فارتوي شفطه من هذا المشروب السخن، فارتوي بقى فالدنيا تبرد عندي يا الله. في طبعا الوان طبعا كتيره جدا جدا منه، في طبعا الوان اكتر من كده، بس انا يعني في ابيض وفي اسود وفي بينك والكلام ده، بس احنا ايه احسن لونين ابيض واسود. فانت ممكن تطلب اتنين بيرفيوم ب 300 جنيه وتاخد عليهم واحده هديه، لما تاخد اتنين بيرفيوم ب 300 جنيه وتاخد عليهم مج هديه. طيب يا كريم انا برده غاليه جدا جدا برده بالنسبه لي ب 150 جنيه، ولا يا عم انت تبلاته كده ايه تخايش كده مننا. شعارنا واحد، نعم لابو بلاش ونعم للحاجات اللي رخيصه جدا جدا. بالسايبك انا يا صديقي. ممكن تجيب بقى يا باشا التستر الحلوه جدا جدا دي 30 مللي، تاخد الاربعه. والتستر ده عشان بس اللي مش فاهم ايه التستر ده، اللي هو بيبقى حاجه مركزه جدا 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 بس في حجم قليل 30 مللي يعني. بس الرشه هتوديك في عالم تاني بقى. طيب برده لو انت برده رحت لهم برده قلت لهم يا جدعان انا عايز الاربعه دول، هيدوك الاربعه ب 200 جنيه. ولكن لو انت قلت لهم ان انا عايز الاربعه وان انا تبع كريم عفت، فهم هيدوك واحده هديه. يعني انت لو قلت لهم ان انت تبع كريم عفت فالخمسه هيبقوا ب 200 جنيه. وشوف انت بقى يا زميلي، يعني انت لو انت قلت لهم ان انت تبع كريم عفت هتبقى الواحده واقفه عليك باقل من 50 جنيه. وانا بتكلم طبعا ثبات جامد جدا جدا، ثبات يومين حرفيا. انا بحاول اجيب لكم العروض اللي فعلا تنفعكم وفعلا احس فعلا ان هي رخيصه جدا جدا. يعني انا قلت لكم على الخلاط وناس كتيره جدا جدا اشتريته وفعلا نفعها جدا جدا، وقلت لكم برده على فكره المكنه اللي انا جبتها ليا انا وفعلا برده الناس كتيره جدا جدا طلبتها، وانا بنفسي كنت بنزل اسلمهم وكلهم عجبهم حرفيا. اسمع مني وما ترجعش ورايا، دي جامده جدا جدا. بس اهم حاجه ان انت وانت رايح تطلب او انت لو حبيت تطلب تروح تقول لهم ان انت تابع كريم عفت عشان تاخد بقى الواحده الهديه او تاخد المج الهديه او تاخد البرفيوم الهديه. وبرده عندك برده فرصه لو انت في القاهره والجيزه انزل برده اسلمك برده الاوردر انا واسلم عليك ونتصور مع بعضينا. انا مش بقول ان انا شخصيه والله ولا اي حاجه، بس يعني بنحاول نقرب من بعضينا بدل ما احنا العلاقه بتاعتنا ورا الكاميرا قدام التليفون. ومع ان الاسعار الرخيصه او اللي بلاش كالعاده. دوس يا كوتش، سلام عليكم.